أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه طالب نظيره الصيني شي جين بينغ بتوخي الحذر، لأن بكين تعتمد على الاستثمار الغربي خصوصا عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن الاقتصاد الصيني يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالين ضرورة مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال تمويل مكافحة التغير المناخي بصفتهما أكبر مصدرين لانبعاثات الغاز المسببات للاحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجددة، داعية الصين إلى دعم مؤسسات متعددة الأطراف مثل الصندوق الأخضر للمناخ. أعرب وزير الدفاع الأوكراني عن شكره للولايات المتحدة على موافقتها تزويد بلاده بقنابل عنقودية، مؤكدا أن أوكرانيا ستلتزم بالمبادئ التي أبلغت بها الولايات المتحدة وشركائها والتي تشمل استخدام الذخائر من أجل تحرير الأراضي الأوكرانية. تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو سير تدريب المنتسبين الجدد للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية على استخدام دبابات جديدة، وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات تجري على معدات عسكرية جديدة لتطوير عناصر الحماية من العدو وإتقان مهارات تدمير الأسلحة الغربية. قال نائب رئيس المجلس الروسي ديمتري مدفيديف إن دول حلف شمال الأطلسي تواصل تعزيز قدرات كييف القتالية بكل الوسائل الممكنة، مشددا على ضرورة تقييم جميع التهديدات المطروحة وتحديد الأسلحة المطلوبة لمواجهتها. أكد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي ليوناد كاسينكي أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي الروسي المنشور على أراضيها إلا للدفاع عن إن تعرضت بيلاروس للعدوان من قبل الناتو. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو، وأكد مدبولي حرص الدولة على تكثيف العمل من أجل تيسير سبل تواصل المواطن مع الحكومة ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي أسباب شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها. أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة 100 يوم صحة أمس بلغت 187,579 خدمة، بينها 7,577 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة. وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة ل 461 طفلا، فيما قدمت 26,322 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 8 رحلات من جدة و9 رحلات من المدينة، بالإضافة إلى رحلتين من جدة إلى مطار برج العرب ورحلتين من جدة إلى باماكو بدولة مالي.